السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستكون هذه المحاضرة باللغة الإنجليزية، ولمن يرغب بترجمة إلى العربية يمكن الضغط على علامة الترجمة في الأسفل. Welcome everyone to a new event organized by the Asian Studies Program at مرحبا the بكم جميعا في هذه الفعالية التي يقدمها برنامج الدراسات الآسيوية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. اسمي محمد رميزان وأنا باحث في مركز الملك فيصل، ومحاضرتنا اليوم سوف تستمر تقريبا لمدة 30 إلى 45 دقيقة، وأشجعكم على كتابة أسئلتكم في الجزء المخصص أو المربع المخصص حيث سنجيبها في الأسئلة والأجوبة بعد انتهاء المحاضرة. في فعاليتنا اليوم وهي الإسلام في آسيا الوسطى والقوقاز منذ نهاية الاتحاد السوفيتي، نحاول أن نركز على كيف أن هذه التأثيرات الإسلامية الجديدة وصل لها أثرها العميق في المجتمع، وكيف أنها أثرت في المعتقدات والممارسات الدينية القائمة. ونأمل كذلك إلى مناقشة هذه المواضيع وفقا للتأثيرات والديناميكيات القائمة. والآن سوف أقدم متحدثنا المتميز اليوم دكتور بيرام بولجا، وهو مدير المعهد الفرنسي لدراسات الأناضول في إسطنبول، وهو باحث في مركز الدراسات الدولية وعلومها في باريس، ومنذ عام 2006 إلى 2010 كان مديرا للمعهد الفرنسي لدراسات وسط آسيا وطشقا، وكذلك هو باحث أو عالم غير مقيم لبرنامج آسيا وفي كارنيجي وقافها في الدولية في واشنطن العاصمة. بالإضافة إلى ذلك دكتور بولجي تلقى درجته في العلوم السياسية مع التركيز على الدراسات العربية والإسلامية من معهد الدراسات العالمية في برنابو في فرنسا. وبولجي ركز كذلك على الإسلام والسياسة في مساحات الاتحاد السوفيتي السابق وفي تركيا ومنطقتها وبيئتها الإقليمية وسط آسيا والقوقاز والشرق الأوسط. إلى جانب ذلك هو أحد الأعضاء المؤسسين للدورية الأوروبية للدراسات التركية، وكذلك لديها أكثر المئات من الدوريات والمنشورات وفصول في كتب، وكذلك ألف وشارك في تأليف وشارك في تحرير العديد من الكتب بما في ذلك آخر أعماله التي شارك في تأليفها تركيا وروسيا وإيران والشرق الأوسط، إنشاء نظام إقليمي جديد، بالإضافة إلى كتابه الأخير والذي سمى الإسلام في وسط آسيا والقوقاز منذ نهاية الاتحاد السوفيتي. عمله ينشر باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية. أود أن أدعو الدكتور بولجر ليشاركنا آراءه ويقدم لنا ما لديه من إنارات حول أن كيف الإسلام تم إدخاله وتعامل معه داخليا في القوقاز منذ نهاية الاتحاد السوفيتي. دكتور بولجر رجاء شاركنا مرئياتك حول هذا الموضوع الشيق. شكرا جزيلا. صباح الخير جميعا أو مساء الخير، بالأمانة لا أعرف لأننا لدينا مشاركين في كل مكان في العالم. في إسطنبول الطقس رائع وأنا سعيد أن أكون معكم هنا، زملائنا في السعودية ولندن وربما في بعض أوروبا وفي تركيا أيضا. شرف لي أن أكون معكم، وأود أن أقدم هذه الندوة اليوم عن الإسلام وإحيائه في وسط آسيا والقوقاز. وأود أن نلقي نظرة أولا على الخريطة، حيث ألقيت لكم خريطة في العرض التقديمي هذا الصباح، ومن المهم أن نلقي نظرة على هذه الخريطة، خريطة القوقاز ووسط آسيا، حيث يمكنكم أن تروا أن وسط آسيا والقوقاز هي منطقة مرتبطة بشكل أساسي بوسط آسيا. فإذا أردنا أن نفهم وسط آسيا والقوقاز فيما يتعلق بإحياء الدين والعلاقات الدولية والسياسات وغيرها، من المهم جدا أن نفهم وننظر إلى الوجهة وإلى التاريخ وإلى هذه المنطقة، والذي يتصل بشكل دائم مع الموقف وما يحدث في روسيا وفي موسكو. هذا هو الجزء الأول. النقطة الثانية هي أننا نتحدث عن وسط آسيا والقوقاز. أتحدث عنها بالنسبة لي هو ربما سهل وفي بعض الأحيان معقد جدا، لأنني عملت على بعض هذه المواضيع ربما منذ 20 سنة، ودرجة الدكتوراه الذي حصلت عليها كانت مكرسة لوسط آسيا والقوقاز في مختلف العصور الإسلامية وحضور الإسلام في وسط آسيا والقوقاز، ونشرت مقالين وكتب
وكلهم يتعلقوا بموضوع الذي ناقشناه هذا الصباح، أحدها بالإنجليزية والآخر بالفرنسية، أحدهم سيتم ترجمته إلى التركية، ونأمل كذلك بالروسية، وربما من يعرف يمكن ترجمته إلى العربية. وبعد ذلك كما نرى في هذه الصفحة الأولى، أود أن أتحدث عن تاريخ الإسلام في وسط آسيا، أو ما نسميه في الفصل الإسلام المتوارث، والإسلام الذي يتسم بالسيطرة الروسية. وأعتقد أنه يمكننا أن نرى هنا أن الإسلام مهم جدا كرابط في تاريخ وسط آسيا. وعندما نتحدث عن وسط آسيا وعن القوقاز وكازاخستان، فإن السكان المحليين سيخبرونكم أننا لدينا مساهمات رائعة، حيث ساهمنا في تطوير الحضارة الإسلامية. ولمن يعيشون في السعودية، ربما تعرفون البخاري، وهو مفكر وعالم إسلامي شهير ومرموق، وولد في وسط آسيا. وفي وسط آسيا لدينا الكثير من هذه الأشياء، حيث لدينا الكثير من الجامعات والمعاهد والمراكز باسم الإسماعيل البخاري، ولدينا كذلك الكثير من المفكرين الإسلاميين الذين تعود أصولهم إلى وسط آسيا. وهذه النقطة الثانية كذلك هي أن السيطرة الروسية في وسط آسيا وفي القوقاز تحت سيطرة آسيا، وفي روسيا عندما قامت روسيا بالسيطرة في وسط آسيا، بدأ هذا الاستعمار بتحويل أهل الإسلام في وسط آسيا وفي القوقاز وإسطنبول. حتى اليوم تأثرت جزئيا بسيطرة روسيا والاستعمارية الروسية. وبعد ذلك في وسط آسيا وفي القوقاز، في نهاية الاتحاد السوفيتي، فقط قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، كان لدينا نوع من الإحياء الإسلامي وديناميكيات وحركيات هذه العملية الإحيائية. يمكن تقسيمها إلى بعض المجموعات. أولا المجموعات المحلية الداخلية في وسط آسيا والقوقاز، والثانية المتعلقة بمن جاءوا من الخارج من الدول المختلفة من غير ذلك من الدول الإسلامية الأخرى. وفي وسط آسيا في عهد الاتحاد السوفيتي قبل انهياره بقليل، كما تعرفون هنالك البلاسنس والبلاستريكا بالتركية، وهي تعني الشفافية، حيث أن الاتحاد السوفيتي لم يكن به شفافية، وكذلك الريستريكا والتي تعني في مصطلحات غورباتشوف، والذي قدم هذه المفاهيم في الاتحاد السوفيتي. روستريكا وهي الاستعادة، وهي رمز لعولمة الاتحاد السوفيتي. وبفضل هذا الجو والمناخ الجديد في وسط آسيا، أصبح من الممكن للمجتمعات المحلية في كازاخستان وأذربيجان أن يطوروا تخيلات جديدة ومخيلات جديدة عن الإسلام والهوية الإسلامية وممارسة الإسلام في المجتمع المحلي. وكان هذا هو المكون أو القضية الداخلية المحلية فيما يتعلق بالإحياء الإسلامي. لكن الجزء الثاني أو الشرط الثاني أو الحالة الثانية، الموجة التأثيرية الثانية التي ساعدت في الإحياء الإسلامي، والتي جاءت من الخارج من مختلف الدول الإسلامية، وهذه كانت هي المواضيع الأساسية، وهذا هو الموضوع الأساسي الذي سأقدمه الآن فورا. إذن أردت أن يكون لدينا نوعا ما عرضا واضحا، ولذلك قررت أن أقسم عمليات الإحياء الإسلامي أو البعث الإسلامي في وسط آسيا الوسطى والقوقاز في شكل الدول، لأنه عند انهيار الاتحاد السوفيتي يمكننا أن نهيئ أو نلهم ما نتحدث عنه في ناحية الإحياء الإسلامي في هذه الدول وفقا للتأثير القادم من ثلاث الدول. وهذه الدول كما تعرفون لدينا تركيا وإيران والمملكة العربية وجنوب آسيا وإيران. نعم، إذن لذلك أود أن أبدأ بتركيا والتأثير التركي على الإحياء الإسلامي في آسيا الوسطى والقوقاز. ونود أن نقول ذلك لأنها لأكون صادقا، يمكن أن نركز هنا. من خلال منذ 25 سنة بدأوا العمل
بدأت تركيا العمل والتأثير من خلال آسيا الوسطى والقوقاز، ولكن هنالك بعض الأسباب العلمية التي دفعتني للتركيز على تركيا في وسط آسيا، لأن تركيا هي خاصة جدا ودولة مهمة جدا في وسط آسيا والقوقاز. أولا لأنه فيما يتعلق بالهوية بين تركيا وأوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان وقرغيزستان، هنالك الكثير من التقارب فيما يتعلق بالمناخ واللغة والدين والهوية والعرق. هنالك الكثير من القرب بين تركيا ووسط وآسيا الوسطى والقوقاز. وبذلك أيضا فإن مع انهيار الاتحاد السوفيتي، تركيا كانت من أهم الدول الإسلامية التي حاولت تطوير هذه التأثيرات في آسيا الوسطى والقوقاز. ولذلك بداية تركيا بدأت بالفعل بالتعاون مع هذه السياسات، لكن هذه السياسات كانت بعض الشيء ربما رومانسية وليست واقعية بعض الشيء، لذلك كان هنالك نوع من الإحباط لحجم التأثير التركي في آسيا الوسطى والقوقاز. ولكن اليوم سأركز كيف أن تركيا رغم حياتها ربما العلمانية الخفيفة وهويتها العلمانية ربما والروحانية الدينية الخفيفة، إلا أنها لها طرف فعل في آسيا الوسطى والقوقاز. هنالك بعض ربما التناقض بعض الشيء، لأنه ربما الأوروبيون كانوا متحفزين جدا بدفع تركيا لتكون مؤثرة، لأن كان هنالك نظر إلى أن هذه الدول يمكن أن تكون نوعا ما إسلامية، وربما في ذلك الوقت كانت قريبة جدا، لكن ليست مثل الموقف اليوم. لكن في ذلك الوقت العلاقات بين تركيا والغرب كانت ممتازة، لذلك كانت المهمة هي دفع تركيا لتكون مؤثرة في آسيا الوسطى والقوقاز. وحتى فيما يتعلق بالدين أصبحت تركيا مهمة جدا في نشر القيم الإسلامية في آسيا الوسطى. وعندما نريد أن نفهم التأثير الإسلامي التركي في آسيا الوسطى، علينا أن نفرق بين جانبين. الأول هو تأثير التركي الإسلامي وتطويره من خلال الدولة رسميا، والأمر الثاني من خلال المنظمات غير الحكومية التي لا تتبع الدولة. في بالنسبة للدولة في تركيا، ليست وزارة ديانات وهي ربما وزارة لنشر المنشورات الإسلام في تركيا، وهي وزارة للشؤون الإسلامية. وديانة هذه الوزارة أصبحت بعد ذلك مع الوقت هي منفذ ممثل لتركيا في عدة دول خاصة في أوروبا، بداية لأن بها الكثير من المهاجرين التركيين، وتركيا نجحت أن يكون لها تأثير على هؤلاء المهاجرين والجاليات التركية في الخارج من خلال مساعدة الديانات، هي بمثابة وزارة للشؤون الإسلامية. وهذه المؤسسة الديانات أصبحت جوهرية لتركيا لتشكيل وإعادة تشكيل الإسلام والإحياء الإسلامي في آسيا الوسطى. أولا مع الديانات في كل من السفارات التركية في هذه المنطقة كان هنالك ملحقية للشؤون الدينية، وكانت هذه الملحقية عليها التزام أن تشرف على التعاون الإسلامي بين تركيا وبين آسيا الوسطى، وبشكل أكثر تكاملا من هذه في وجود هذه الديانات في هذه الدول، هي أنها دعمت السياسات المحلية لإنشاء المساجد الجديدة والتعليم وإيجاد أو خلق مراكز إسلامية والمعاهد الإسلامية والمؤسسات والمدارس والكليات والجامعات. ويمكننا أن نعطيكم بعض الأمثلة عن عمل هذه المؤسسة، مؤسسة الديانات في كازاخستان وقرغيزستان وأذربيجان، وهي نوع من الجامعات الإسلامية التي تم إنشاؤها، لأن تركيا لديها تجربة جيدة في إدارة الأمور الإسلامية في تركيا، وهذا هو الجانب الأول. الهدف الثاني من ديانات هو ليس فقط في آسيا الوسطى، لكن حتى في تركيا أن تقوم بعمل من أنشاطات إسلامية جديدة. ولذلك كان من المهم جدا لهم أن يدعوا طلاب جدد من آسيا الوسطى والقوقاز ليأتوا إلى تركيا وفي مدن مختلفة ليتلقوا التعليم وليقضوا بعض الوقت ربما 3 أو 4 أو 5 سنوات في كليات الدينية أو اللاهوتية. وفي تركيا حصلوا على التعليم الإسلامي والتجارب الإسلامية والخبرات الإسلامية، ثم عادوا إلى آسيا الوسطى
وأسهموا في الإحياء الإسلامي، لكن مؤسسة ديانات أسهمت كذلك في التطوير والتنمية الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز من خلال الترجمة ونسخ الكتب الإسلامية من العربية والتركية إلى اللغات المحلية وأيضا اللغات الروسية، وكان الهدف هو إيجاد تأثير السياسة التركية في هذه المنطقة ولإعطائها الجانب الإسلامي، لأنه وفقا لصنع سياسات الأتراك أدركوا أنه إذا أردت أن تكون مؤثرا في آسيا الوسطى لا يمكنك أن تهمل أو تتغافل عن الإسلام، لأن الإسلام جزء من الهوية المحلية. ولذلك فإن بالنسبة لتركيا كان من المهم لها، رغم علمانيتها، كان من المهم لها أن يكون لها بعد إسلامي في سياستها الخارجية في آسيا الوسطى والقوقاز. أن تركيا دولة كبيرة وهنالك نوع ما ديناميكية مذهلة في القطاع الخاص، حيث لدينا الدولة، نعم، لكن ليست الدولة فقط، لدينا الكثير من الطرق، الطريقات، الطرق الدينية والمنظمات الإسلامية والمسلمين والمجموعات والجاليات الدينية والمجموعات الدينية والأوقاف. فيما يتعلق بتركيا وآسيا الوسطى، هذه الحركة غير الحكومية، هؤلاء الأطراف غير الحكوميين شاركوا في تعميم ونشر التعليم الإسلامي في آسيا الوسطى، وللأسف لا يمكنني أن أقدم تفاصيل لهذه الحركات، لكن في تركيا لدينا الطريقة النقشبندية وهي أخوية مهمة جدا، ولديك النوجو بعد ذلك هي طريقة أخرى، وسليمان جلان وكل هؤلاء، وهي ما بين الأعمال والتجارة والتعليم الإسلامي، كذلك مختلف شركات المقاولات والتشييد والإنشاء الذين ذهبوا من تركيا إلى آسيا الوسطى وأسهموا في نشر هذه المبادئ وتعليم الإسلام. وإذا أخذنا مثال النقشبندية، ربما النقشبند الذي ولد في أوزبكستان، وربما هؤلاء النقشبان والكثير من الصلات، وهؤلاء الذين جاءوا إلى تركيا بداية وحصلوا على دعم ومن الدعم التركي لكي يقوموا بإنشاء أو بإقامة مدرسة إسلامية جديدة في آسيا الوسطى. والآن هي تعتبر جزء مهم جدا من عملية الإحياء الإسلامي في آسيا الوسطى، وهي شيء كان ممكن القيام به بفضل التعاون مع تركيا. لكن كما يمكنكم أن تتخيلوا، فإن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي كان لها اهتمام بآسيا الوسطى، لأن هنالك دول أخرى حول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حاولت كذلك أن تسهم في عملية الإحياء الإسلامي. وقبل أن أتحدث عن إسهامات الدول الأخرى، أود أن أفتح فصلا جديدا عن ما يمكن أن نقول أن نتحدث عن مدرسة جولان في آسيا الوسطى، وهذا الأمر يعتبر مهما جدا، لأن هذه الحركة كانت مهمة جدا وكانت موجات تأثير مهمة جدا فيما يتعلق بالأمور الشفافية التي ذكرتها. ولذلك أود أن أركز قليلا على هذه اللحظة، ومن ثم يمكننا أن نتحدث عن التأثيرات الأخرى. حركة جولان طبعا كانت محفز في هذه المنطقة، خاصة في هذه اللحظة كانت هذه الحركة نشطة جدا في تركيا، وكانت قريبة من الأخويات أو الطرق الدينية الأخرى. وفي تركيا هذه الحركة كانت نشطة جدا في مجال التعليم وفي المدارس الخاصة والتعليم الحديث، وفي بنهاية الاتحاد السوفيتي نجحت هذه الحركة في الامتداد إلى أو الذهاب إلى آسيا الوسطى. وفي آسيا الوسطى نجحوا من خلال دعم الحكومة التركية وفتحوا مدارس جديدة، لكن هذه الحركة أرادت أن يكون لديها نوع من الوجود الإسلامي الخاص بها في آسيا الوسطى، وأدركوا أنه من المهم جدا أن يقوموا بتقديم تعليم دنيوي علماني، ولذلك قدموا هذا التعليم في آسيا الوسطى وفي القوقاز، واعتبروا أنهم أسهموا في نشر الإسلام التركي، والذي كان قوميا أكثر من كونه دينيا.
في تركيا العلاقة بين هذه الحركات والحكومة كانت ممتازة جدا، لكن في عام 2013 ربما لم يكن الأمر كما كان من قبل، كان هنالك ربما صورة متأزمة، ولكن لذلك بين هذه اللحظة وفي هذه اللحظة بين هذه الحركة والحكومة التركية بسبب بعض هذه النقاط، تم إغلاق بعض هذه المدارس في آسيا الوسطى والقوقاز. ويمكننا أن نقول الآن أن تأثير حكم جولان في آسيا الوسطى والقوقاز غائب تماما الآن بسبب إغلاق مدارسهم. والآن أود أن أقدم المزيد بإيجاز عن تأثير إيران، لأننا عندما نتحدث عن آسيا الوسطى وإيران وآسيا الوسطى والقوقاز، فهنالك ثلاثة أو أربع دول مهمة جدا أسهمت في إحياء الإسلامي في آسيا الوسطى والقوقاز، أوحدها تركيا والثانية إيران. ونحن نعرف أن إيران بسبب ثقافتها وتاريخها وحضارتها كانت نشطة جدا في آسيا الوسطى والقوقاز. الحقيقة في آسيا الوسطى لا يمكنك أن تفرق بين الإيرانيين والحضور التركي، لأنها كانت مشاركة هناك. هناك الكثير من الإمارات، البخارى وقوقان وخيرة، وكانت جزئيا تركية أو إيرانية. لذلك حتى اليوم لدينا ليس فقط تركيا، ولكن حتى لدينا إرث إيراني في آسيا الوسطى والقوقاز. وهذا لماذا؟ لأن هذا التراث تركيا من خلال سفارتها بدأت أن كذلك أن تمارس تأثيرها في آسيا الوسطى والقوقاز. ومن ناحية التأثير الديني، إيران كانت ناشطة في أذربيجان، لأن غالبية السكان هنالك من الشيعة، لأنه تاريخيا جمهورية أذربيجان وإيران كانت نفس الدولة أو نفس الإمبراطورية. ولذلك إذا ذهبت إلى أذربيجان اليوم يمكنك أن تجد في كل مكان التأثير الإيراني، لأن هذا شيء طبيعي، لأنه بانهيار الاتحاد السوفيتي الشيعة الإيرانيون أو طلاب الشيعة الإيرانيون والمفكرون الإيرانيون كانت الطريقة الوحيدة لهم للحصول على تعليم جيد أو تعاون جيد كان الذهاب إلى إيران. وبعضهم كان يذهب إلى معهد وإلى قوم، وكانوا يقضون عدة سنوات أو سنتين في هذه المدرسة المحلية، ثم يرجعون مرة أخرى إلى أذربيجان. لذلك بشكل مختصر، فإن التأثير الإيراني حاضر بقوة في أذربيجان، حيث آسيا الوسطى غالبية السكان سنة وليس شيعة، فإن تأثير إيران محدود في بقية مناطق آسيا الوسطى والقوقاز، لأن السكان المحليين خارج أذربيجان غالبيتهم أولاً بعضهم عالمانيون جدا لا يريدون تأثيرا إيرانيا. والأمر الثاني، حتى النظر الإسلامي هم مسلمون سنيون ولا يوجد هناك تأثير أو تعامل أو تفاعل جيد مع إيران. ولكن رغم هذه الاختلافات في المذهب بين الشيعة والسنة في إيران وآسيا الوسطى، ففي الحقيقة التأثير الإيراني مهم جدا في طاجكستان. لماذا في طاجكستان؟ ليس بسبب أن السكان موجودين شيعة، ولكن لأن الغالبية هنالك من السنة باستثناء أقلية صغيرة من الإسماعيلية، الطائفة الإسماعيلية، ولكن بسبب قرب اللغة وبسبب حقيقة أن التاجك والبرجن أو الفارسيين هي نفس الفئة أو المجموعة اللغوية. نجحت إيران في التأثير في طاجكستان، ولكن كان ذلك بفضل التعليم والثقافة والأدب وليس بالضرورة بسبب الدين. لذلك إذا أردنا أن نلخص تأثير إيران في آسيا الوسطى والقوقاز، إيران ما زالت نشطة ونشطة جدا في أذربيجان، لكن تأثيرها في آسيا الوسطى والقوقاز صغير جدا جدا، باستثناء الطائفة الإيرانية أو الجالية في بخارى وسمرقند، مجموعة شيعية أو جالية إيرانية، وهذه المجموعة بدأت بتطوير بعض التأثير لها وتنميته بالتعاون مع إيران. الآن أود أن أتحدث عن الإيرانيين، لأنها طبعا هي عامة، ولكن في ذات الوقت من تساعدنا على فهم هذا الأمر في آسيا الوسطى والقوقاز. والفصل الثالث يتعلق بالتأثيرات من الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، على آسيا الوسطى والقوقاز من ناحية الإحياء الإسلامي. إذا قرأنا عن آسيا الوسطى والقوقاز، عندما نقرأ عنها هنالك بعض التقاليد، أنهم إذا أرادوا أو هنالك فكرة هناك أنهم السلفيين أو الوهابيين أو الإسلام الأصولي أو الإسلام، أو هذا النوع من الإسلام يأتي من السعودية أو من شبه الجزيرة العربية. هذا الأمر شائع هناك، أو هذه الجدلية.
لذلك أردت أن أفهم وقضيت الكثير من الوقت أعمل على هذا الموضوع، وذهبت إلى السعودية مرتين، ذهبت إلى مكة والمدينة والطائف وجدة، وأردت أن أفهم التعاون الإسلامي بين السعودية وآسيا الوسطى والقوقاز. وفي الحقيقة إذا أردنا أن نلخص، لا يمكننا أن نقول أن جميع الوهابيين أو السلفيين أو كانت من هذه النقاط الذين كانوا ينشطون في آسيا الوسطى والقوقاز جاءوا من السعودية، فهذا شيء يعتبر من ضرب المبالغة. لكن في ذات الوقت لا ننكر حقيقة أنه كان هنالك تعاون جيد في الناحية الإسلامية بين السعودية أو بين الحركات السعودية وقطر والقطرية والكويتية اللي تشمل شبه الجزيرة العربية بشكل عام، وكذلك الاتحاد السوفيتي السابق. لأكون أكثر وضوحا، أريد أن ألخص هذا الأمر في بعدين. البعد الأول هو الحج، فكما تعرفون أثناء فترة الاتحاد السوفيتي كان الحج غائبا تماما، وكان من المستحيل للسكان المحليين أن يذهبوا للحج، وكان الحج محدود جدا على مجموعة صغيرة جدا من خلال التعاون مع الاتحاد السوفيتي. لكن في 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح من الأسهل الذهاب إلى مكة والمدينة للحج، وفي أوزبكستان وأذربيجان وطاجكستان ومن كل مكان في هذه المناطق كان هناك تعاون معهم ومع وزارة الحج في السعودية والسلطات السعودية اللي فيما يتعلق بالتواصل والحج. وأعتقد أنه أثناء الحج بينما كان يأتي بعض الناس من آسيا الوسطى لزيارة مكة والمدينة وجدة، بعضهم عاد إلى دولهم وهو يحمل هويات أو هوية دينية شائعة في السعودية وغير التي في آسيا الوسطى. لذلك بشكل لأخبركم الأمر بشكل مختلف، بعض الناس كانوا يأتون الحج في مكة والمدينة للعمرة، وكانوا يأتون ويريدون أن يعودون ويريدون أن يقدموا الممارسات الجديدة أو التصورات الجديدة عن الإسلام، وكان يعتبرها السلطات المحلية أو الحكومات المحلية شيئا سلبيا أو إسلاما أصوليا، ولذلك كانت هناك مشكلات بينهم وبين السلطات المحلية. البعد الثاني للتعاون الإسلامي بين آسيا الوسطى والسعودية كان حضور اثنين من الحركات المهاجرين الذين كانوا في السعودية، وأعتقد أننا من الجيد أن نفرق بين أو أن نعرف هذا النوع من التعامل بين هذه المنطقة بين السعودية وآسيا الوسطى. وعندما نريد أن نفهم ذلك الأمر، فبعضهم أو بعض هذه المجموعات من خلال وجودها في السعودية، في السعودية لدينا اثنتين من المجموعات من آسيا الوسطى أو هجرتين أتت إلى السعودية، أولها هم الأوزبكيين والبخاريين كجالية، وبعد ذلك الأوغوش الذين جاءوا إلى السعودية في الستينات. المجموعة الأولى كانت في الثلاثينات والأربعينات، لأنه في ذلك الوقت عندما أصبحت آسيا الوسطى يطفو عليها الطابع السوفيتي بشكل كبير جدا، بعض المجموعات الدينية والأفراد الدينيين اضطروا لمغادرة آسيا الوسطى وهاجروا إلى السعودية، وبعضهم إلى تركيا، وبعضهم جاء إلى السعودية، ويمكنكم أن ترونهم لأنكم لديكم الكثير من الأسماء، الباكستاني والتركستاني والبخاري، وكلهم عاشوا في السعودية. المجموعة الأخرى هي المجموعة التي جاءت، مجموعة الأوروب التي جاءت إلى السعودية ووضعها جاء. وبعد 1991 ما رأيناه هو أن بعض ممثلي هذه الجاليات خاصة الأوزبك عادوا من السعودية إلى موطنهم الأصلي، موطن آبائهم إلى سمرقند وبخارى وتشقند وغيرها، وأسهموا في الإحياء الإسلامي لأنهم قاموا بإنشاء المساجد وتبرعوا ببعض أموال الزكاة لمساعدة في الإحياء الإسلامي. بالنسبة لي ليسوا بالضرورة كانوا سلفيين أو أصوليين، ولكن بالنسبة للسكان المحليين والحكومة كانوا يعتبرون السفليين، لأنهم وكانت نسختهم الإسلامية من السعودية وتفسيراتهم للإسلام
مختلفة بعض الشيء عن مقابلتها في آسيا الوسطى. وللانتهاء من هذا الفصل، لا أعتقد أن السعودية لعبت دورا هاما جدا في تنمية الإسلام في آسيا الوسطى، لكن في ذات الوقت هي كانت ضروري، شيئا من الضروري تسليط الضوء عليه، وكان ذلك منذ 30 سنة. كذلك في كل دولة لدينا أساليب مختلفة لممارسة وعيش الإسلام، وأحدها هو أو كان ممكن بسبب عيش بعض هؤلاء الناس في السعودية وتعاملهم مع السكان المحليين. وبعد ذلك لدينا هنا جنوب آسيا. بالنسبة لجنوب آسيا، بسبب أننا عندما نتحدث عن جنوب آسيا وعن الهند، فنحن نعرف أن سلالة الموغل، السلالة الحاكمة في الهند، عندما قاموا بإقامة هذه الحضارة الإسلامية الرائعة في الهند، هذه السلالة أصلا كانت قد جاءت من وسط آسيا، من سمرقند وهذه المناطق. لذلك أثناء هذا الوقت الطويل كانت هنالك تعاون مستمر بين آسيا الوسطى والهند فيما يتعلق بالثقافة الإسلامية والمعمار الإسلامي. وعندما تذهب إلى الهند يمكنك أن ترى هذه الآثار وتأثيرات آسيا الوسطى الإسلامية. على سبيل المثال، تاج محل الشهير ولوقت طويل، برج الطريقة النقشبندية وأخوية غيرها، هذه الطرق كانت نشطة في الموضوع. ولكن أثناء فترة السوفيتية كان من المستحيل وجود تواصل بين مسلمي الهند وآسيا الوسطى بسبب، وبعد انفصال باكستان والهند كذلك كان من المستحيل أيضا القيام بذلك. ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي وحصول على بعض هذه الدول على استقلالها، قامت بعض هذه الدول علاقات مع بنغلاديش وباكستان والهند. ويمكننا أن نرى أنه بسبب هذه العلاقات والتعاون الرسمي بين هذه الدول، وبسبب إقامة الصلات الجديدة بين هذه الدول والمناطق آسيا الوسطى والهند، بعض هؤلاء المؤثرين جاءوا من الهند وباكستان وبنغلاديش للمساعدة في إحياء الإسلام في آسيا الوسطى. ولدينا مثلا جماعة التبليغ، فكما تعرفون جماعة التبليغ هي منظمة إسلامية مهمة أنشأها تاج محمد ياسر الكندلاوي في الهند منذ كثيرة، والتي سعت إلى تقليل التأثير والسيطرة البريطانية على الهند، وأرادوا نشر الإسلام والدعوة والتبليغ في كل مكان في العالم، حيث كانوا ناشطين جدا في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة وأفريقيا. في عام 1991 جاءوا إلى آسيا الوسطى، وتم الترحيب بهم في دولتين، تاجكستان وكيرغيزستان، ولكن منع دخولهم في أوزبكستان وبعض الدول الأخرى. وفي الحقيقة هذه المجموعات أيضا في كردستان تحريرها أكثر، وهنالك أيضا حرية دينية أكثر من الدول الأخرى. ولذلك في كردستان الآن، حتى مع وجود هذه المجموعة الحركة الكبيرة، لديهم ممارساتهم الخاصة، وهم موجودون وعادة وأحيانا يواجهون ويقدمون البيان والتبليغ في القرى الصغيرة والمدن وفي كل مكان في الدولة. وهذه الحركة نشطة جدا في إحياء الإسلام، والمفتي المحلي في كيرغيزستان كذلك هو من هذه المجموعة، التقيت به عدة مرات. وهذا لأبين لكم أنه بفضل هذه الحركة وحركة التبليغ، الآن لدينا صلات بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، خاصة فيما يتعلق ببنغلاديش وباكستان والهند. والآن أود أن أبدأ الفصل الرابع، أتحدث عن الفصل الرابع، لأنه من المهم جدا أن أعطيكم فكرة عن كيف أن هذه الحركة نجحت في عمليات إحياء الإسلام في آسيا الوسطى. ويمكنكم كما يمكنكم أن تتخيلوا هنا، بعد نهاية الاتحاد السوفيتي، عندما بدأت إحياء الإسلام من خلال المزيج المحلي والتأثيرات القادمة من تركيا ووسط آسيا والهند والسعودية وغيرها، الحكومات المحلية أرادت أن تدير وتشرف وتضبط هذه العملية الإحيائية الإسلامية. ولذلك قاموا بإنشاء، وكانت هنالك أداتان للضبط. أولا التعليم الإسلامي، لأنه في الفترة السوفيتية كان ذلك مستحيلا، بسبب أن الدول المحلية كانت
علمانية، وكانت الإسلام ممنوعا في هذه الدول، لذلك التعليم الإسلامي كان شيئا غير متخيلا. ولكن بعد ذلك من نهاية الاتحاد السوفيتي وإدراكهم أن الكثير من الدول سوف تحول وتحاول التأثير على الإسلام في وسط آسيا، فإن السلطات المحلية أرادت أن تقدم التعليم الإسلامي وفقا لمفاهيمهم. ولذلك فإنه تقديم التعليم الإسلام الجيد والذي يعتبرونه هي الطرق الإسلامية المتوافقة مع الدولة المحلية والحالة المحلية والأمة المحلية، ومن السهل إدارته، وليس بالضرورة المنظمة الإسلامية المستقلة. لذلك قاموا بإنشاء في كل دولة مجموعة أو لإدارة الإسلام، أو مجموعة حكومية والإفتاء، وكانت الفكرة هي السيطرة على عملية الإحياء الإسلامية والسيطرة على الإسلام. وكانت في هذه الفترة يقول أنهم علمانيون، ولكنهم لم يكونوا علمانيين بالكامل، لأنها ليست علمانية فيما يتعلق بالفصل بين الدين والإسلام والدولة، ولكن هي علمانية بالمفهوم التركي، وأن الإسلام ليس مستقلا ولكن تسيطر عليه الدولة ومؤسسات الدولة. وهذا شيء يمكن أن نراه في أوزبكستان وكازاخستان وتاجكستان وحتى أذربيجان. العملية الأخرى لإدارة الإسلام في هذه الدول هي تعيين المفتي، حيث المفتي تسيطر عليها أو تعينه وتدير شؤونه الدولة أو الحكومة، بمعنى أن جميع المفتين في هذه الدولة عليهم أن يكونوا أكثر ولاء للحكومة. وهذه هي الحالة أو القضية في كل مكان فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتي. والآن عندما نتحدث عن الإسلام، فللأسف هناك شيء مهم، فبالطبع هناك شيء مهم جدا أن نخبركم به أو نقوله، وهو أهل الوسطى كان هناك إسلام راديكالي أصولي. أنا في عام 1991 هناك مجموعات صغيرة من الحركات الإسلامية أرادت أن تنتقد سياسات الإسلام في وسط آسيا، ولذلك قاموا بعمل مجموعات صغيرة. وتعرفنا أنه أثناء العمل في أفغانستان مثلا، أفغانستان قريبة جدا من وسط آسيا وهي جارة لهم، وأفغانستان فيها الكثير من القرب من تاجكستان وأوزبكستان، لذلك حرب المجاهدين كما تعرفون كان شيئا إيجابيا أن تكون مجاهديا، ولأنهم كانوا يعتبرون مقاتلو الشيوعية في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي، وهذه كانت واحدة. ولذلك في 1991 لم يكن لدينا مجاهدين فقط ولكن الجهاديين، وهنالك مصطلح فرق بين المجاهدين والجهاديين. الجهاديين كان لها تأثير سلبي ووقع سلبي جدا بسبب تفسيراتهم للإسلام، وكانوا يتقاتلون مع الدول المحلية. في وسط آسيا بعض الناس ذهبوا إلى تاجكستان وإلى أفغانستان، من ثم إلى أفغانستان، وتم تجنيدهم في القاعدة أو المنظمات الإسلامية الأصولية الراديكالية، ولوقت طويل كانوا مسؤولين عن هذه أو تعاملوا مع هذه النقاط والأشياء الأحداث الدائرة في الدول الأخرى. ومع تطور وجود الجهاديين في العراق وسوريا، لأن غالبية هؤلاء المقاتلين غادروا آسيا الوسطى وأتوا إلى سوريا، والآن بعضهم ربما موجود حتى ربما في إدلب أو في العديد من الأماكن الأخرى. وهنا نريد أن نقول فقط أنه في الحقيقة، رغم حقيقة أن غالبية الإسلام في آسيا الوسطى ليس راديكاليا ليس أصوليا، إلا أنه ما زال يمكننا القول أنه هنالك بعض المجموعات الأصولية من آسيا الوسطى ذهبت إلى الشرق الأوسط، وبعضهم حتى ذهبوا إلى دول أخرى مثل أمريكا أو غيرها. والآن أود أن أنتهي بآخر تطورات الإسلام في آسيا الوسطى وأفغانستان، لأننا نعرف أن أفغانستان هي تحت حوزة طالبان بعد ربما 20 سنة من الغزو الأمريكي، ولذلك بعضهم ربما يريد أن يذهب إلى أفغانستان وإلى طالبان. أود أن أقدم هنا بعض الشرح كيف ينظر إلى ذلك في آسيا
الوسطى، كما أخبرتكم بالنسبة لأفغانستان هي قريبة جدا من آسيا الوسطى فيما يتعلق بالعرق والمجموعات الدينية. وفي أفغانستان لدينا بعض المجموعات العرقية الحاضرة والموجودة في آسيا الوسطى مثل الأوزبك والتاجيك والتركمان والقرغيز، ولذلك من المشروع جدا للدول آسيا الوسطى والمحليين فيها أن يشعروا بالتحول أفغانستان ووصول طالبان. ولكن في ذات الوقت لدينا هذا الانطباع أن هنالك هذه المخاطر في آسيا الوسطى وغيرها، هنالك مبالغة فيها، لأن دول آسيا الوسطى نعرف أن السكان المحليين ليس لديهم أي تعاطف على الإطلاق مع طالبان أو مع نظام طالبان. والأمر الثاني هو أنني أعتقد أنه الآن بوجود الجيل الثاني من طالبان، منذ 20 سنة كانوا مختلفين عن طالبان اليوم، ولدينا شعور أن طالبان اليوم دافعهم ليس أن يقوموا بتصدير الإسلامية أو هذا النوع من الإمارات إلى الدول المجاورة، ولكنهم يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي. ولذلك لا أعتقد أنهم سيحاولون إثارة مشاكل أو زعزعة استقرار دول آسيا الوسطى، ولكن ما زالت هنالك مخاوف في هذه الدول أن هنالك خطر زعزعة الاستقرار بسبب استعادة حكم طالبان في أفغانستان. ولذلك هذا ما نراه في هذه الصورة. أخذت 40 دقيقة وأعتقد أنني سأتوقف هنا. إذا كانت لديكم أي طلبات أو أسئلة لا تترددوا في إرسالها، وسأسعد بالرد عليها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور فولجي على هذه المعلومات الهامة جدا وهذه الأمور الهامة فيما يتعلق بالإسلام في آسيا الوسطى ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وبذلك سنفتح المجال للأسئلة والأجوبة، وسوف أدعو الحضور إلى box down the screen, and until we receive enough question, I would like to go ahead and ask you, Dr. Balja, about هذه النقاط. ودكتور بلجا، هنالك سؤال يتعلق ببعض الجوانب الهامة التي نشير إليها في أشرت إليها في عرضك التقديمي. الجزء الأول أريد أن أركز فيه على كيف أن هذه النقاط في آسيا الوسطى والقوقاز within their states. Do they embrace Islam or do they wait Islam to be imported from outside? فيما يتعلق بالإسلام واستيراد هذه الأفكار الإسلامية من الخارج، إذا الإسلام سيتم استيراده، هل سيتم استيراده من تركيا أم من باكستان أم من إيران، ولماذا ولماذا لا؟ حسناً. هل تريدني أن أجيب الآن أم تريدني أن أنتظر بعد شيء؟ نعم، يمكنك أن تجيب. Give this question to local Central Asian, they will not tell you that they import for them. They don't want to import Islam. فيما يتعلق باستيراد الإسلام، هم لا يريدون أن يستوردوا الإسلام من الدول الأخرى. هم لا يحتاجون القيام بذلك، لا يحتاجون أن يأتوا بالإسلام من تركيا أو من السعودية أو غيرها، لأنهم يقولون أن لدينا الإسلام الحقيقي ولدينا الإسلام الموجود. نعم، في السعودية بدأ في السعودية، لكن كان الإسلام نشطا جدا في بخارى، في آسيا الوسطى، في سمرقند، وبالفعل لدينا الكثير من الإرث الإسلامي الجيد جدا في آسيا الوسطى، ولذلك لا يريدون أن أو لا يحتاجون أن يستوردوا الإسلام من الدول الأخرى، ولكن هنا قد يتطلعون إلى التعاون. وفي بعض الدول يريدون أن يحدوا، في الحقيقة في أوزبكستان وفي كردستان مثلا لديهم نفس السياسة تجاه الإسلام، وكان ذلك مهم جدا. وكانت هناك بعض أيضا الأمور المضادة لبعض الناس، كانت لديهم أمور مضادة للدين حتى، ولم يريدوا أن يكون هناك أي تأثير من أي دولة خاصة السعودية. ولكن في قرغيزستان مثلا وبعض الدول الأخرى يريدون أن يكون لديهم علاقات جيدة مع الجميع ومع كل المجموعات، لأنه بالنسبة لهم التعاون الإسلامي هو يأتي في طور التنمية والتطوير، ومن ناحية التعليم وأيضا وجود الرواتب والمال. لذلك هذا النوع من
التعاون يشجعونه مع السعودية وقطر وتركيا وإيران، ولكن في بعض الدول الأخرى في أذربيجان مثلا، أذهلني الموقف في أذربيجان، لأنه في أذربيجان فيما يتعلق بالدين والإسلام بالنسبة لهم هذا الأمر يعتبر طبيعيا يكون هناك تعاون بين إيران وتركيا، لأن هنالك 40% أو أكثر في إيران من الشيعة وليسوا سنيين. لكن رغم ذلك ورغم ذلك القرب، إن السلطات الأذربيجانية يفضلون التعامل مع تركيا لأنها أقرب إلى تركيا والغرب والولايات المتحدة، وبالنسبة لهم يريدون أن يقتربوا أكثر من الغرب بدلا من إيران، لأنه بالنسبة لإيران رغم قربها من الناحية الشيعية إلا أن لديهم بعض المشكلات فيما يتعلق بالحدود، وموقف إيران ربما يدعم أكثر أرمينيا أكثر من أذربيجان. ولكن لأجيب على سؤالك، في بعض الحالات الدول المحلية لا تريد أن تستورد الإسلام، ولكن هذا الشيء قد يفرض من جانب الأعمال والتجارة. ففي حالة تركيا مثلا ربما نصف التأثير أو أكثر أو نصف هذه المشاريع أو أكثر تنتمي إلى منظمات غير حكومية مثل الطرق النقشبندية والكادلية وسلمان جيب والأونجو وغيرها، يذهبون إلى آسيا الوسطى للأعمال والتجارة، ولكن في ذات الوقت يصدرون أفكارهم الإسلامية من تركيا. هذا هو. شكرا جزيلا. سيكون لدينا أيضا سؤال من البروفيسور إيمدو ثاني، وهو نائب رئيس جامعة كاتي من أوسبكو بنيجيريا، وهو يطرح سؤالا عن في حالة تركيا مثلا في حالة إغلاقها لحركة غولن، وما أدى إليه ذلك خاصة فيما يتعلق بخارج تركيا، هل ستغلق تركيا أو هل إغلاقها لحركة غولن هل تركت بعض المسلمين خاصة في آسيا الوسطى عرضة لبعض أنواع الإسلام المستورد الآخر من الجهات غير الحكومية؟ بالنسبة لهذا السؤال في الحقيقة نعم، في تركيا حركة غولن ممنوعة بالكامل الآن في تركيا. والأمر الثاني هو أنه بعد 2016 والحركة ضد هذه الحركة في كل مكان في العالم كانت دائرة، ولذلك تم إغلاقها في كل مكان في آسيا الوسطى وفي القوقاز وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وحين نجحوا في مكافحتهم حتى في أماكن أخرى خاصة في الولايات المتحدة وغيرها. وأيضا هذه المدارس كانت لها تأثير وتعامل كبير مع الحكومة التركية، لكن هنالك منظمات جديدة وأدوات جديدة بدأت تحل محلها، أو منظمات جديدة بمسميات مثل المعارف، وهي منظمة حكومية تركية للتعليم في هذه الدول. وفي بعض الدول هذه المؤسسات أغلقت وأقيمت مدارس جديدة تحت سيطرة الحكومة التركية مثل في السنغال وغيرها من الدول، لكن في بعض الدول مثل آسيا الوسطى ترددت بعض الدول في إغلاق هذه المدارس للحركات لأنها كانت جيدة جدا بالنسبة لهم، لكن بعدما أدركوا أن أردوغان أن هذا كان مهم جدا له، ففي كل مكان في أذربيجان وكازاخستان وكل هذه الدول حتى في كيرغيزستان منذ سنتين نجحوا في إغلاق هذه المدارس. والآن اقترحت تركيا أو قدمت لهذه الحكومات مدارس جديدة بمزيد من الحضور والتأثير التركي أكثر من حركة غولن. لا أعتقد أن أو ربما سأتحدث عن إذا تحدثنا عن حركة غولن في بعض الدول علينا أن نقدم تعريفا لمن هو في الحقيقة، أو غالبية هذه المدارس في الحقيقة أرادت أن يكون هنالك نوع من المناهج الإسلامية والتعليم الإسلامي، لكن بالنسبة لهم الآن كان المهم أكثر أن يكون لديهم تأثير ونفوذ ناعم ونشر واختراق
بدلا من الاهتمام بالتعليم الإسلامي في حد ذاته. لذلك كان من الأسهل لهم أن تقبلها الدول المحلية أو المجتمعات المحلية، لأن النخبة أرادت تعليما أفضل وليس مجرد تعليم ديني. ولذلك فيما يتعلق بمجال التعليم الإسلامي، أعتقد أن تركيا قادرة على إعطاء خدمات إسلامية لهذه الدول ولا يحتاجون إلى دعم آخر، لأنه في تركيا هناك مجموعات إسلامية أخرى مثل سليمانجو ونقشبندي ونورجو، ومن السهل للحكومة التركية أن تستبدل مدارس جولان في أي مكان في العالم. شكرا لك. لدينا أيضا سؤال آخر من رئيس برنامج الدراسات الآسيوية محمد السديري، وهو يسألك سؤالا عن النقشبندي الذي ناقشت والمجددين الذين يعملون بين تركيا بين الهند وبين آسيا الوسطى، هل يرتبطون بالنقشبندية الموجودة حاليا والتي قد يقودها الحقان؟ هل يمكنك تكرار آخر جزء من السؤال؟ نعم، هل النقشبنديون الذين ناقشتهم في عرضك المجددين الذين يعملون بين الهند وآسيا الوسطى مرتبطون بالنقشبنديين على الفضاء السيبراني الذي يقودها الحقاني؟ أعتقد في الحقيقة هذا سؤال رائع، شكرا جزيلا. في تركيا عندما نتحدث عن النقشبندي لدينا مجموعات كثيرة، غالبيتهم في إسطنبول، ولدينا مجموعة مرتبطة بمحمد الهيبقفة، والثانية سليمان جولان سليمانجو، وهي طريقة نقشبندية جدا. وبالنسبة لهم أعتقد أن مجموعة نقشبندي، وقد رأيتهم في آسيا الوسطى بشكل أساسي، ليست فقط من سايبروس ولكن من مجموعات إسطنبول وسليمانجا، لأنه لماذا؟ لأنه من هنا من الأسهل الذهاب، لأن لديهم صلات مع الحكومة التركية، ومن الأسهل لهم أن يذهبوا إلى آسيا الوسطى من خلال وفود محلية أو منتديات الأعمال والتجارة، ولذلك من الأسهل لهم أن يكونوا مؤثرين. والطريقة الثانية هي أن تركيا دعت الكثير من الطلاب من آسيا الوسطى ليدرسوا في جامعات تركية، وكانت فرصة لهم أن يقوموا بالتفاعل مع هؤلاء الطلاب وإرسال إعادتهم إلى دولهم لينشروا أفكار الطريقة النقشبندية. شكرا لك. سؤال تابع آخر من محمد السديري، هل يمكنك أن تتحدث قليلا عن دور غير المسلمين من المؤثرين في المشهد الديني في آسيا الوسطى وقوقاز مثل روسيا مثلا، لو كان هناك أي تأثير؟ تعني التأثير غير الإسلامي؟ نعم، غير المسلمين، الأطراف غير الإسلامية. نعم، في آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كانت جنة للعديد من الحركات والمؤثرة من الصين والولايات المتحدة وكوريا، ولدينا الباتيز والأطلنطيين والكثير من الأرثوذكس وهذه الحركات المختلفة. وبالنسبة للحكومة المحلية أرادت السيطرة على هذه التأثيرات، لأن الكثير من السكان المحليين تم تحويلهم إلى اعتناق المسيحية، لأنه بعضهم كان لديهم دافع اقتصادي وليس دافع ديني، لأنهم أراد أن يكون كان هناك مؤسسات ثرية تأتي من الولايات المتحدة أو من ألمانيا أو من الدول الأخرى، كان من السهل جدا لهم أن ينتشروا بين السكان المحليين، خاصة المسلمين الذين أعتقد أنه بسبب السيطرة يعرفوا إذا كانوا مسلمين أم لا. بعضهم الإسلام كان ضعيفا جدا لديهم، كان من السهل لهم أن يرتدوا عنه. لذلك ولكن بعد حرياتي وانهيار الاتحاد السوفيتي أرادت الحكومات المحلية أن تسيطر على كل شيء، ويمكن أن نرى الآن أنه وضع حدودا لتأثير المنظمات غير الإسلامية، فهو محدود جدا الآن في هذه الدول. أعتقد بهذا يمكنك أن تشاركنا أو تسلط بعض الضوء على العوامل غير الإسلامية الخارجية الموجودة في المشهد الديني في آسيا الوسطى والقوقاز فيما يتعلق بالإسلام.
في الحقيقة هنالك الكثير. هذه الحالة في كازاخستان وكازاخستان، لأن في كازاخستان هنالك الكثير من السكان الروس، ولذلك كانت بالنسبة لهم كان من أسهل للمنظمات غير الإسلامية أن تكون موجودة وتنتشر بين هؤلاء الروس، وفي ذات الوقت استفادوا من هذا الحضور لمحاولة التأثير ليس فقط في الأرثوذكس الروس المحليين، ولكن أيضا في أشخاص الذين كانوا سابقا مسلمين وتحويلهم إلى اعتناق المسيحية. وهذا الشيء كان ممكنا في كازاخستان وبحضور التتر، لأن التتر كما تعرفون كانوا جزء منهم مسلمين وجزء مسيحيين، ولذلك كان من السهل لهم أن يقوموا بإيجاد بعض الصلات بين المنظمات غير الإسلامية والإسلام في وسط آسيا والقوقاز. لذلك جانس وجان، أقول شكرا لك على هذه على هذا الحديث الرائع والشامل، تقول لك ذلك. ولديها سؤالان. السؤال الأول، ديانات والتي ساهمت في هذا الأمر كثيرا، هل يمكنك أن تسلط الضوء على ذلك؟ نعم، يمكنني أن أجيب هذا السؤال بسهولة، لأنني كنت أنا أعد أسرتي وأفراد أسرتي في فرنسا وأنا هنا في تركيا، وأثناء الثمانينات ديانات أرسلت بعض الأئمة والمعلمين والمربين إلى فرنسا وألمانيا، لأن الحكومة التركية خلال أربكان وفي أثناء الثمانينات كانت الحكومة ربما أكثر علمانية من اليوم، لذلك الحكومة التركية كانت من المهم جدا أن يكون لها صلاة مع سكانها المحليين المهاجرين الأتراك في أوروبا. وأتذكر أننا تلقينا بعض الأئمة ووزعنا بعض الأئمة، وبعد ذلك غير المدارس الفرنسية كنا نذهب إلى مؤسسات محلية ونحصل على تعليم إضافي بتركية عن الإسلام. وبالنسبة لتركيا كان من المهم جدا أن يحافظوا على هذه الصلاة، ولكن الأمر ربما قد يكون مختلف الآن. لدينا الملايين والملايين الأتراك في أوروبا، في الثمانينات كانت مجموعة صغيرة لكن الآن مجموعة كبيرة، ويمكنهم أن يكون لهم دور مؤثر في ألمانيا وفرنسا وغيرها. والحكومات المحلية هنالك الآن تحاول أن تحول هذه المجموعات إلى نوع ما قوة سياسية أو تأثير أو نفوذ سياسي أو سياحي، وأولا الحصول على دعمهم، والأمر الثاني استخدامهم كنقطة إذا أرادت الحكومات المحلية في تركيا هولندا وفرنسا وألمانيا. ولذلك هناك بعض التعاون بين الحكومات التركية والأوروبية، ولذلك هناك الكثير من الدول حول العالم يحصلون على نفس يمسرون على نفس التقليد، وهي محاولة تحويل هذا الوجود إلى قوة ونفوذ سياسي. السؤال الثاني، نعم، بالإضافة إلى ذلك أيضا، فجينيس أيضا طرحت سؤالا آخر متابع، وهو بالنسبة للأزبك. هؤلاء الذين كانوا في السعودية في التسعينيات عندما ذهبوا إلى غادروا إلى ورجعوا إلى آسيا الوسطى، هل عادوا إلى آسيا الوسطى وأوزبكستان وشاركوا في الأعمال والروابط العائلية؟ مثلا كما عندما عاد الصينيون إلى الصين. نعم، ولكن كان ذلك أكثر في آسيا الوسطى، أكثر من غيرها، لأنه بالنسبة للأوغور من الصعب جدا السفر إلى الصين بسبب كما تعرفون طبيعة النظام في الصين ونظام إجرامي، هنالك الكثير من الممارسات القمعية ضد الأوغور. ولكن في ما يتعلق بآسيا الوسطى، أوزبكستان وكرغستان وطاجكستان، بالنسبة لهم كان من الأسهل لهم أن يذهبوا لممارسة الأعمال في السعودية. وبالطبع ممارسة الأعمال والتجارة كان جزءا من الدوافع لسكان التركستانيين في السعودية. ولكن لأكون صادقا، أعتقد أن أهم نقطة يجب ذكرها هنا هي أنه في المجتمع التركستاني في السعودية كانت هي الجيل السابق، لأنه من 70 إلى 80 سنة، بالنسبة لهم هم كانوا يعرفون الدولة قبل الهجرة إلى السعودية، ولعبوا دورا هاما جدا كما نقول في تركيا. هذا الجيل القديم كان بالنسبة لهم
منهجية أو نهجا رومانسيا أي حنينا إلى وطنهم، وكذلك تحويل السكان المحليين لأنهم لم يريدوا أن أو هدفهم كان أن يكون لديهم صلات بينهم وبين وطنهم وكذلك دولتهم الجديدة. والجيل الصغير أو الجيل الشاب الذي نشأ في السعودية غالبيتهم موجود أو يشعر باندماج كامل في السعودية، وبعضهم يريد أن يشارك في التجارة والأعمال والتعليم الإسلامي في السعودية وفي آسيا الوسطى. بذلك أود كذلك أن أطرح سؤالا لك دكتور فالجا فيما يتعلق بآسيا الوسطى، أنها كلها لا تتحدث اللغة التركية. فعلى سبيل المثال طاجكستان تتحدث الفارسية، هل هذه الصلات اللغوية مع إيران تعطي إيران اليد العليا فيما يتعلق بإيجاد أو تحقيق نوع من التأثير الديني المختلف في طاجكستان أكثر من الدول الأخرى؟ نعم بالفعل، ولكن في ذات الوقت فيما يتعلق بالجانب الديني أنا أذهلني جدا حقيقة أن تركيا وفي الدول وطاجكستان من ناحية طبعا أنها تتكلم اللغة الفارسية، لكن رغم ذلك تركيا لديها صلات جيدة ولقد جيدة مع طاجكستان، لأنه حتى في طاجكستان 25% منهم يدرسون اللغة التركية. والأمر الثاني أو يتحدثونها، الأمر الثاني في طاجكستان الحكومة أرادت أن يكون لديها علاقات جيدة مع تركيا لأسباب اقتصادية، لأن طاجكستان تواصلت أو أقامت علاقات مع جيرانها، أو ربما بالنسبة لهم وجود علاقات مع تركيا كان مهم جدا لأنهم كانوا في حالة عزلة مع جيرانها لبعض الوقت. ولكن فيما يتعلق بالتعليم والدين والتعاون بالطبع كان ذلك أسهل لإيران عن تركيا أن تكون نشطا في وسط آسيا أو في طاجكستان. لكن في طاجكستان تأثير إيران كان بشكل أساسي بسبب الأدب الفارسي وحضور هذه الجالية الصغيرة، جالية الطائفة الإسماعيلية، لأنها كانت قريبة جدا من الشيعة، ولذلك كان ذلك الأمر. وأذهلني عندما زرت بعض الجامعات في إيران أن هنالك بعض الإسماعيلية الذين جاءوا إلى إيران للحصول على التعليم وعادوا إلى دولتهم، وأصبحوا شيعة جدا بطريقة الجعفرية، كان من المذهل رؤية ذلك. ذلك أيضا إذا كان لك أن توضح بعض الشيء عن كيف أن الإسلام قدم بشكل مختلف بين دول وطنك الوسطى والقوقاز، لأكون صادقا في القوقاز الدول الوحيدة أذربيجان، وأذربيجان جزء منها السنة وجزء الشيعة. القوقاز لدينا جورجيا، وفي جورجيا لدينا منطقة أجاريا القريبة من والتي كانت سابقا أثناء الفترة العثمانية كانت يحكمها العثمانيون. وفي جورجيا الحدود مع أذربيجان هي شيعة، غالبيتهم من الشيعة، ولكن بقية القوقازيين في جنوب القوقاز غالبيتهم موجودون في أذربيجان. وإذا أردت أن تربط بين الشمال شماليين في القوقاز، لأنه في الشمال القوقازي السكان الشماليين غالبيتهم سنة، لكنه سني مثل باكستان وبلقاريا وكيديا وغيرها من المناطق. لكن من خلال بحثي لم أدمج هذه الأمور لأنه معقد جدا الأمر إذا أردنا أن نتعامل مع كل مجموعة من هذه المجموعات. والفرق بين وسط آسيا والقوقاز هو أن في القوقاز الإسلام في أذربيجان وبعد ذلك أرمينيا، وكل المسلمين في أرمينيا غادروا الدولة. لدينا أذربيجان وتراك، والآن السكان المحليين لدينا أرمينيين ومسيحيين. لكن الفرق هو أنه لدينا شيعة في القوقاز، لكن لدينا كذلك أيضا بعض المسلمين الشيعة في آسيا الوسطى. لكن من ناحية الإسلام الأمر هو نفس الشيء، لأنه من ناحية القمع، لأن الاتحاد السوفيتي من ناحية إدارته للأمور الإسلامية كان لديه نفس رد الفعل. لذلك نرى الإسلام المحلي عندما نعمل على الإسلام في الشرق الأوسط وإيران وتركيا وجنوب شرق آسيا
نندهش لأن غالبية هذه الممارسات هنالك مثلا بسبب وجود روسيا. أنا أتذكر أنني دعيت إلى بعض المنتديات المتعلقة بدراسة الأندوستان وكانوا يشربون الفودكا فيها لأنه بالنسبة لهم كانت شيئا طبيعيا جزءا من طبيعتهم. لكن الآن بعد 30 سنة من التعاون مع الدول الأخرى الآن نظرتهم للإسلام مختلفة ولديهم معتقدات إسلامية مختلفة في آسيا الوسطى وبعضهم ربما لديهم الإسلام الناعم أو الشيء الشخصي الذي ربما بسبب الممارسات السوفيتية أو الروسية المحلية. نعم وفهمت من ذلك من حضرتك أن دور الإسلام مهم جدا في آسيا الوسطى وربما أكثر ملائمة في القوقاز ولكن في سياق تركيا وزيادة سلطتها فيما يتعلق خاصة بآسيا الوسطى والتاريخ المشترك والتراث المشترك بينها وبين الدول آسيا الوسطى، هل سياسة تركيا الخارجية تشمل المزيد من الإسلام أكثر من العلاقات الثنائية البراغماتية مع دول الشرق مع دول آسيا الوسطى؟ أعتقد أنه فيما يتعلق بتركيا في البداية كان هنالك تناقض، لأنه إذا أردت أن تكون مؤثراً في آسيا الوسطى تركيا أرادت أن تقوم بذلك، لكنهم لم يريدون أن يصدروا الإسلام لآسيا الوسطى لأنه بالنسبة لهم الشيء الأهم هو العرق واللغة التركية والهوية التركية. لكن بعد ذلك عندما أدركوا أن هنالك طلب على الإسلام في آسيا الوسطى وكان لديهم انطباع أنه إذا لم يتعاونوا بتقديم الإسلام ولم يريدوا أن يصدروا الإسلام فإن هذا سيكون تأثير أكثر لإيران والسعودية، لذلك كان هذا قضية معقدة مشكلة معقدة لهم. لذلك قامت تركيا حتى أثناء الحكومات العلمانية المتعاقبة في تركيا حتى قبل أردوغان بأن الحكومة المحلية التركية أعطوا أولوية وأهمية كبيرة للجانب الإسلامي من تأثيرهم في آسيا الوسطى لأنه بالنسبة لهم كان طريقة ووسيلة لإيجاد قوة ناعمة لتركيا في آسيا الوسطى. وأعتقد أن هذه كانت فكرة جيدة لأنه الآن عندما تذهب إلى آسيا الوسطى والقوقاز يكون لديك رغم حقيقة أن بعضهم ربما يتعلمون العربية أكثر من التركية لدراستهم الإسلام، لكن لدينا الكثير من الأئمة يتحدثون التركية وهم وليس بالضرورة العربية وهذا أمر مذهل. لذلك أعتقد أن تركيا بين عام 2002 و2010 عندما كان لدينا القوة الاقتصادية التركية والقوة الناعمة التركية في كل مكان أسهم ذلك إلى زيادة نفوذ تركيا في هذه الدول وفي ذات الوقت رؤية تركيا الإسلامية في آسيا الوسطى. شكرا جزيلا، وصلنا إلى الوقت المحدد بالنسبة لهذه المحاضرة، وقبل أن أختتم هل لديك أي تعليقات أخيرة عن الموضوعات التي ناقشناها؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة كان لي أن أعود للسعودية بسبب دراستي ولكن بسبب كوفيد وبسبب صعوبة السفر الآن لم يكن ذلك ممكنا، وربما نأمل إن شاء الله في المستقبل أن أكرر زيارتي لها مرة أخرى لأن هنالك ما زالت هنالك بعض أعمال البحث الجيدة التي أقوم بها سأقوم بها في السعودية فيما يتعلق بهذه الجاليات والمجموعات خاصة في التواصل الاقتصادي لأنني قمت بعمل البحث على الأوزبك والإيغور وهؤلاء الذين جاءوا من هذه الأماكن، وهناك أبحاث أكاديمية قليلة عملت على هذه الأمور، لذلك أود في المستقبل أن أزور السعودية وأقوم بهذا البحث هناك. شكرا جزيلا، وسنسعد بالترحيب بك عندما تأتي في المستقبل. وبذلك أود أن أشكرك دكتور بايرام على هذه المشاركة وعرضك الرائع، وأود كذلك أن أشكر المتحدثين على أو الجمهور على حضورهم ولمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج وعن المجموعة البحثية وبرنامج الدراسات الآسيوية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني ويمكنكم التسجيل ببريدكم الإلكتروني للحصول على آخر الأخبار دائما لتصلكم مستجدات الفعاليات والمنشورات المستقبلية وحتى نراكم في فعاليات مستقبلية ينظمها مركز المكفيصة للبحوث والدراسات الإسلامية. آمل أن تحظوا بيوم جيد. شكرا جزيلا. شكرا لكم.
يوما رائعا. شكرا جزيلا. شكرا.